صباح الخير عن جديد، صباح النجاح والتوفيق لكل طلاب المدارس والجامعات كمان بمسيرتهم التعليمية. اليوم خصصنا هي الفقرة لحتى نحكي عن موضوع بيعاني منه نسبة كبيرة من الأطفال، يلي هو الخوف والقلق والتوتر من الدراسة والامتحانات بشكل عام. طبعا هذا القلق بيكون حالة طبيعية، ولكن بمرحلة معينة ممكن يأثر بشكل كتير سلبي على تحصيلهم الدراسي. اليوم ليلى لازم كل الطلاب والأطفال يتبعوا خطوات صحيحة للدراسة، وهذا الشيء يمكن بمساعدة الأهالي والمدرسين. صحيح، هايدي حتى بتلاقي الكبار يعني بيتعرضوا للتوتر أثناء الامتحانات، نحن نجربينا فكيف الصغار، لكن أحيانا دور الأهل هو الأكبر. الأهل أحيانا بيتوتروا أكثر من الطفل بالمراحل الاختبارات الامتحانات، لكن لازم يكون في تنظيم كيفية استثمار الوقت بشيء هو المفيد وأيضا الفائدة العلمية. أمور كتير رح نحكي عنها ونناقشها مع ضيفتنا الاستشارية الاجتماعية رندا عليدي. بيسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن موضوع مهم جدا، وخصوصا هلا مع المدارس وقرب الامتحانات. خلينا بدايه نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد من القلق من الدراسه. هلا الوقت كثير مناسب لنحكي عن هذا الموضوع، لانه في فتره منيحه لحتى نقدر نتدارك كل الاخطاء اللي نحن عم تخلينا نوقع بهذا القلق. القلق هو شو تعريفه؟ انه دائما هو خوف من شيء مجهول، انا لسه ما بعرف شو ممكن مخبالي، شو ممكن شيء يفاجئني، فانا دائما بضل عندي هذا الخوف الغير مبرر او هذا القلق. هلا هو دائما له درجات، في درجه ضروريه نحن اذا ما كان عندنا قلق لدرجه معينه ما بننجز، ما بنروح نعمل اي شيء، بنكون مرتاحين وخلاص. فهذا في قلق كثير ايجابي اللي هو بيكون الدافع لنا لحتى نحن ننجز، او لحتى نحن كطلاب ندرس او نحاول دائما نبحث عن الاشياء الجديده اللي ممكن تطورنا. بس اذا زاد عن حده صار موضوع راح اكثر لمشكله تبلش تصير معطله. كيف يعني معطله؟ يعني انا بقلق لدروس، بدرس وقت بيقرب الامتحان، فانا بروح على الامتحان الان عندي توتر معين، ضربات قلبي بتزيد، بخاف، بصير في عندي تعرق زايد، بنسى المعلومات اللي انا درستها فما بانجز. هون صار معطل، صار معيق لانجازي ومعيق لكل الجهد اللي انا بذلته. وفي ناس ما بتروح على الامتحان، يعني ما وانا حاسه حالي نسيان كل شيء، او انا تماما مالي محضر، فانا اذا كان بيقدر انه لا انا بعيده، او لا بطول بالي هلا ما بدي ارجع عيد، او انا مالي متذكر شيء، فهو بياثر على المهارات الذاكره والتركيز وحتى استرجاع المعلومات او تفريغها بيكون في مشكله. هون نحن بنقصد بهذا القلق وهذا الخوف. نحن ليه عم نحكي بوقت شوي بكير؟ لحتى ناخذ استراتيجيه بسيطه لنتعلم كيف كأهل قبل كأطفال او طلاب كيف نتدارك هي المشكله. تمام. هلا ذكرتي انه الخوف والتوتر هو سبب النسيان، لكن في اشخاص بفوتوا على مرحله الاختبار بيكونوا ضاغطين حالهم بشكل كبير بالدراسه، انا وصلت لقدام خلينا نقول باب قاعه الامتحان حسيت حالي انا نسيانه كل شيء، لكن ممكن تكون حاله انه معينه يعني اول ربع ساعه بس بعدين بيرجع بيتذكر، لكن الاطفال ممكن تكون هذا الشيء مختلف، طريقه تنظيم الوقت او ساعات الدراسه ممكن تكون لها دور، او ضغط الاهل او خوفه ممكن احيانا يكون من الاهل انه من العلامه انه انا ما رح اجيب علامه منيحه، او رح اجيب انه شو رده فعل الاهل، قديش هذا ما بيكون تاثير سلبي على الاطفال. تماما، قديه تاثير سلبي لما بيكون في مقارنه الطفل بغيره، سواء باخواته ولا بانجاز الاهل لما كانوا بعمره، ولا حتى بالرفقه، او حتى باي اشخاص ثانيين من نفس الفئه العمريه. نحن هون لازم ننبه الاهل انه لازم يراعوا الفروق الفرديه بين الاشخاص، حتى بين الاخوه. مو بالضروره الكل يكون علميا ذكائه او ذاكرته حاضره، ولا الكل ممكن يكون ادبيا، دائما في فروقات بين الجهتين. دائما طريقة الدراسة، كثير نحن بنعاني من طريقة الدراسة بتكون هي خاطئة، فمثل ما قلتي من آخر وقت
نعمل هالزنقة وخلص بدنا ندرس كل شيء بنفس الوقت. هون ما عطينا مساحة للاشعور ليخزن المعلومات، ولا عطينا مساحة لحتى تظهر المعلومات اللي نحن بدناها بالوقت المناسب. تمام ريندا، خلينا نحكي عن كيفية إدارة الوقت بشكل صحيح، كيفية تنظيمه اليوم عند طلاب المدارس وخصوصا الأطفال. اليوم نحن يعني دخلنا بالنظام الشتوي بتلاقي الوقت طويل كتير، يعني خلينا نحكي كيف اليوم الطالب أو الطفل قادر أنه ينظم وقته بحيث يحقق فائدة علمية وبنفس الوقت يحقق تسلاية. هلأ أكثر الاستشارات عم تكون أنه أنا كيف بدي أخلي ابني يعمل موازنة. تماماً يعمل قيمة للوقت. كيف أنا بقدر أعلمه كيف يعمل هاي الإدارة للوقت بحيث أنه يكون متسلي وما له مضغوط وبنفس الوقت ما يضغطني أنه ما عم يقعد يدرس. فدائماً أنا بقول له خصوصي إذا كان بمرحلة عمرية وعيان، مرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية والأكبر، فأنا دائما بقول له اختار مادتين، مادة أنت بتحبها ومادة أنه ما كتير مفضلة عندك أو بتلاقي صعوبة فيها، وعير ساعة وعود ادرس فيها شوف قديه بتأنجز. على حسب هذا الإنجاز أنت ومرتاح بهاي الساعة بتصير بتقسم وقتك خلال النهار، بتحدد وقت وبتحط الأولوية للأنشطة. يعني ببداية الدرس بالوقت المريح اللي بيكون لسه في وقت منيح للامتحان كتير ضروري أنا خصص وقت، مثلاً أنا عندي بالأسبوع مثلاً 3 ساعات باسكت مثلاً، فأنا هدول ببني عليهم درسي على الباسكت مو بالعكس، لحتى دائماً أعطي شعور لنفسي أنه أنا الدرس ما له مقيدني أو عامل لي هذا الشيء اللي مقيدني ما بيخليني أنجز بالأشياء اللي أنا بتريحني أو بالأنشطة الرياضية مثلاً. فأنا بشوف شو هواية ابني بقول له اختاره، وأنت راح بيكون في عندك هدول الأنشطة 3 ساعات بالأسبوع بمقابل عدد ساعات معين بالأسبوع بيتوزعوا على أيام الأسبوع وبيصير بأنجزهم. في فروق فردية بين الأطفال، يعني مثلا في طلاب بتقعد ساعة كاملة وهي تركيزها جيد، في طلاب نص ساعة. أهم شيء هي نقطة التركيز، لأنه في ناس بتقعد بتدرس حتى أطفال إنه هم عم يتلحوا أو مخهم بشي تاني. تماما الأفضل يقوم ما يضل قاعد عم بيدرس، لهيك نحن بنقول انه شوفي بهي الساعه قد ايه ضل قاعد عم بينجز. ان قعد الساعه كامله وكان في انجاز فيها فانا بصير كل ساعه بعمل له بريك بيناتهم، النص ساعه كل نص ساعه. في طلاب بدايه بتلاقيها ما لها خلق على القعده، بدها تقول انه انا ابني ابدا ما بيقعد ما له خلق ابدا على الدرس، فانا بخليه لو ربع ساعه لو ينسخ نص لمده مثلا 10 دقائق بعدين يقوم بنشاط يرد يرجع 10 دقائق ومع الوقت بزد له بيزيد هذا الوقت. تمام. كل اليوم رندا باي عمر، يعني نحن لما عم نحكي عن الوقت اكيد له عمر معين، اي عمر نحن اليوم بدنا نخلي الطفل يتعود على تنظيم الوقت؟ مجرد ما الطفل فات على روضة أو ديكير بيوت رعاية فهو صار عنده تنظيم الوقت بالنوم والفاقة والأكل والنظام بشكل عام، الروتين صار له أوقات محددة. هون بيرجع لما بيفوت على مرحلة عمرية درسية أو بروضة نظامي فهو بيصير عنده ساعات، مثلا هلأ عنده درس رياضة، بعد شوي عنده درس عربي، بعد شوي عنده درس ينظمه. فهون هو باللاوعي تنظم عنده الأوقات في ساعات يعني معينة. فينا نقول أسهل تنظيم الوقت بالأصغر. بالمراحل المبكرة. تماما كل ما كان العمر أبكر ولو كان لسه مو فايت روضة أو فايت لديكير، الأفضل من البيت يكون في انه هلا هي نص ساعه انت حتقعد تلون وانا رح اقرا مثلا مجله قدامك او شيء. تمام. واليوم لكل طفل عنده مهارات معينه، عنده مواهب، عنده قدرات تختلف من شخص للثاني، وهي المهارات ممكن بنشوفها اليوم ان كانت بالرسم، بالموسيقى، بالرياضه. اليوم قد ايه مهم دور الاهالي باكتشاف هي الموهبه من الصغر عند الاطفال ويحاولوا انه هن ينموها لجانب دراستهم؟ نحن دائما لما بيكون في عنا اطفال عندهم مشاكل سلوكيه او حتى مشاكل بالتحصيل الاكاديمي، فنحن اول خطوه بنعملها بنتوجه للرياضه.
لأن هاي الرياضة والجلسات بتكون مثل تفريغ للطاقة اللي عنده، وبنفس الوقت بتقاوم الإحباط. أنا لما ما بينجز بالدرس فهي عم تعطيه معزز أنه هو عم بينجز بنشاط تاني، سواء رياضي أو سواء موهبة تانية. في أطفال مو بالضرورة تكون بس الأهم أنه مو من اختيار الأهالي، يكون من اختيار الأطفال. تماماً، وكل ما كان العمر بكير الأفضل أنه أنا أفتح له كل الأبواب ليجربها، يجرب رياضة، الرسم، يجرب أي شيء هو بيحبه، بعدين هو لحاله حتلاقيه انجذب لشيء معين. وكتير ضروري بالمراحل للشهادات، أنا دائما بذكر الأهل فيها أنه ما أحرمه من الرياضة، ولو خلي له إياها مرة بالأسبوع، ما أحرمه من الموسيقى أنه والله هاي السنة أنت شهادة ما في عندك أي نشاط. لا بالعكس، حافظ له على نشاط محبب له ولو مرة بالأسبوع، ممكن يضل على روتينه وقت يقرب الامتحان أنا خففه، بس هذا كتير ضروري يضل محافظ عليه. وكتير مهم أنا بحسب بيترافق مع التحصيل الأكاديمي، كل ما كان حركيا ذكي أكثر تماما فهو بيتنمي كل الذكاءات اللي عنده. أكيد. هاي نقطة بدي أسألك عليها، مراحل الشهادات باعتبار حكينا عن الطفولة، كثير بيصير معاناة يعني من الأهل ومن الطالب. الأهل بيحبوا يشوفوا ابنهم طول الوقت عم يدرس، أنت إذا ما درست كل الوقت معناتها أنت ما حتنجح وتجيب نتيجة، وهون الطالب بيصير يمكن عنده نوع من الملل أو صعب أنه تتعاملي معه بتنظيم الوقت أو تعودي إذا هو ما أنه متعود من الأساس. هون كيف ممكن يكون التعامل معه؟ هلأ هون نحن بنكون معودينه على عمر أبكر بموضوع تنظيم الوقت، في حال ما كان في تعويد. تماما، دائما نحن الشهادات سواء التاسع ولا البكالوريا هي مترافقه مع مرحله من بدايه المراهقه لنهايتها. تماما، فهي دائما تترافق مع نوع من انواع تمرد الطفل، تلاقيه ما بده يرد، بده دائما هو يدرس على كيف. تماما، بده هو ينفذ كل الاشياء اللي هو شايفها صح، مو بالضروره تكون صح. وبنفس الوقت الاهل دائما شايفين نموذج كامل عن طفلهم اللي هو مو بالضروره يكون هذا النموذج. دائما الفرق انه الاهل بيشوفوا مستقبل الطفل من ابنهم من الشهاده، ولكن هو بيشوفها مجرد مرحله وضغط ما له لزوم. فلسه هي ترتيب الاولويات اللي بيكون فيها اختلاف بين الاهل واطفالهم، دائما هي اللي بتعمل هي الصراع المنزلي. لهيك لما انا بكون حاطه جدول في شيء اسمه جدول تنظيم، متى ما انا حطيت جدولي وعملت تنظيم للوقت انه انت اليوم لازم تنجز مثلا 10 صفحات، نقي الوقت اللي بدك اياه والاختيار اللي انت بناسبه. طب هذا الجدول لكل طفل لازم يكون ام لا؟ كل طفل لازم يكون مختلف، مثلا اذا كانوا اخوه ضمن نفس البيت؟ لا، كل حدا طبعا في فروق فرديه. انا قلت لك في مثلا ممكن يكونوا توأم، ولكن حدا تركيزه بيقعد نص ساعه، الاخ الثاني مثلا بيقعد ساعه. تمام. فانت عندك اليوم 10 صفحات، ان شاء الله كل ربع ساعه بتقوم وبتقعد فيهم. انا بدي اخر النهار راجعهم انا وياك. بتلاقي في طلاب يعني لحالهم، حتى شو فيهم من مرحله الطفوله وحتى لحتى يكبروا، يعني بنعرف انه مرحله المراهقه هي اصعب شيء ومراحل الشهادات، بس بتلاقيهم لحالهم انه عندهم انه خلص بيدرسوا ما في داعي حدا يقول لهم. وفي طلاب لا، بدك كل شوي انه دروس، لازم تدرس. هون لما انا قلت لك انه مثلا لما بيكون من هو وبالبيت لسه ما فات ولا لروضه ولا طلع على اي دائره ثانيه غير البيت، الام تقول له مثلا هلا وقت التلوين، انت حتقعد تلون على طاولتك وانا رح اقرا مثلا قصة أو أعمل شيء أو حضر الطبخة بالمطبخ. فأنا عطيته مهمة منفصلة عني، ما كنت دائما تحت إشرافي. تمام. وبنفس الوقت أنا عطيته شو المطلوب منه. صحيح. هاي نفسها لما بقول له دروس هالعشر صفحات وأنا حرجع من شغلي وبشوف لك إياه هون، أو ساعدك باللي ما فهمته، أو حط لي إشارة جنب الشيء اللي ما فهمته. هون أنا علمته على إنه ما يكون اتكالي، ما يكون اعتمادي دائما. أنا ما بدرس غير أكبر المعاناة إنه أنا ما بدرس غير للماما تكون قاعدة جنبي، أو نجي من سمع منلاقي الأم حافظة والولد ما له حافظ. للأسف هاي حتى الكبار عم تكون. تماماً تماماً، وهي عم بتصير شغلة ضاغطة بيضغط فيها الطالب على أهله. يعني بيصير إنه مؤتي بدك يعني أدرس، أنا ما بدرس غير يعني هذا السبب الأساسي. تماماً، فهو بيكون نوع من الأنواع اللي إنه
انه حسي فيني انه قد ايه انت عم تضغطي، فهو بيرجع بيعرف لي. ويعني امور كثيره واسباب عديده ممكن تاثر اليوم على الدراسه وعلى التحصيل الدراسي للطلاب. خلينا نحكي كمان من هي الامور، ضغوطات الحياه، فينا نقول مشاكل ان كانت ضمن الاسره او خارج الاسره، كمان في عندنا الازمات والحروب يعني، ومؤخرا الشيء اللي عم بيصير بفلسطين وقطاع غزه، يعني الاطفال يوميا عم تشاهد هي المشاهد المؤلمه عبر شاشات التلفزيون. هي الامور استاذه رندا قد ايه ممكن اليوم تاثر على الاطفال على تحصيلهم الدراسي، فعلا تسبب لهم خوف وقلق من هي الدراسه؟ هلا الحقيقه هي مأثرة على الجو العام، يعني هي تاثيرها كثير واضح بشكل عام على الاسره كلها وحتى خارج نطاق الاسره. ففي اشياء ما فيكي، خصوصي اذا كان بمرحله عمريه واعيه، فانت ما فيكي تعزلي عنه هذول الاشياء لانه هن موجودين. لهيك انا دائما بحب اقول من عمر صغيري بكون مخصصه طاوله وكرسي للدرس للتلوين للواجب، هي تكون بعيده شوي عن انه اعزله، انه انت خلص عندك هي الطاوله والكرسي روح انجز مهامك عليها، بعيده عن التلفزيون، بعيده عن موبايله، بعيده عن الحديث الاسري اللي عم بيصير ولو لمده قصيره هون، لحتى انا خليه يقدر يعمل هذا الفصل اللي نحن هلا بنعمله كراشدين. انا هلا مثلا عندي شغل، فانا بفصل مشاكل البيت عن شغلي، والعكس صحيح، بفصل مشاكل الشغل عن بيتي. فهذا الفصل انا من هون ببلش اعلمه للطفل، بخليه ينقله مع المراحل الدراسيه لحتى ما يكون، لانه اكيد التنشئه الاسريه واكيد المشاكل الاسريه لها تاثير كثير مباشر على الطفل وتحصيله الاكاديمي. فانا بحاول اعلمه هاي الاستراتيجيه بطريقه انه حسيه، انه حاول انا خلص هلا وقت الدرس اعزل حالك بمكان وحضر لدرسك وحط جنبك ورقه وقلم، كل ما فكرت بمشكله او فكرت بشيء زعجك سجلها اكتبها على هالورقه لحتى نحن وقت البريك نفكر فيها ونخلص منها لحتى ما ترد ترجع لذاكرتك اثناء الدرس. تمام. باعتبار رند الشهر القادم يعني مقبلين على مرحله الامتحانات الفصليه، خلينا نحكي شوي عن بعض القواعد الصحيحه. من هلا بلشوا من هلا، دائما في الجداول كنا نعملها نحن وصغار، سبت احد اثنين نكتب ايام الاسبوع وقبل الظهر شو عندي بعد الظهر شو عندي. فانا هون لازم لاقي وقت خاص لترتيب اولوياتي، بحط على ورقه برتب اولوياتي وبشوف شو اول شيء لازم انجزه وبلش بقى انا اشتغل عليه، سواء الوظائف يوم بيوم، الدرس يوم بيوم، في ماده انا ما بحبها فانا بجزئها دائما، اي مهمه بستصعبها جزئها لمهام كثير بسيطه. مثلا انا ما بحب التاريخ، فانا عندي درس مثلا كثير طويل فمو بالضروره ادرسه بيوم واحد، كل يوم بدرس صفحه فبلاقيه انجزته بدون ما اعمل اي مجهود. مو غلط دائما الاعمار الواعيه انه تكون فيها تواصل بينها وبين احد رفقاتها اللي ممكن تساعدها بهي الماده. تمام. خلينا نحكي عن دور الرفقه اليوم، الرفقه السلبيه بموضوع الدراسه، قد ايه صادفنا يمكن ليلى بحياتنا هيك طلاب يعني كانوا يقولوا انه ما يدرسوا شيء وتيجي بتلاقيهم وقت الامتحانات دارسين وعلامات. خلينا نحكي اليوم قد المفروض الطالب او الطفل ما يسمع لكلام هدول الطلاب؟ هلا هون نحن ما فيكي تعملي، يعني ما فيكي تقولي له لا تسمع لهم، بيكونوا هدول دارسين. هي بتبين يعني متى ما صار اي تقييم، نحن دائما في تقييمات دوريه بيكون، فهي هي اللي بتعطي بتبين جهد الطفل. بعدين في اختلاف بدرجات الذكاء، احيانا في اطفال اذكياء من قلب الدرس بتركيز بسيط ممكن هي تحصل كل الدرس وتقدر يرسخ بذاكرتها بدون ما ترجع تسترجعه بالبيت، وفي اطفال لا بتكون سمعان الدرس وكاتبته اكثر من مره وراجع بالبيت دارسته وما بتقدر تسترجعه بطريقه كامله. فهون دائما نحن الرفيق على قد ما ممكن يساعد رفيقه على قد ما ممكن يضره، او الاكثر بنسمعه انه خلص لا تعذب انا حادرس قسم وانت ادرس قسم. تمام. النقله كانت اكيد نصائح كثير قدمتيها كثير مهمه، شكرا على هالمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى التوفيق لكل الطلاب والاهالي كمان اللي عم بيعانوا معهم. اكيد بالختام الاستشاريه الاجتماعيه رندا علي ديب، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم. يسعد صباحكم.